يا جيم. وين الفتاة؟ مرحبا. عليكم السلام. تفضل. اي نعم، انا زوج فاطمة. خير؟ خوفتني عزيزي. شلون؟ كيف يعني ما شفتونها ومشيتون عنها؟ صراحة ما اتذكر. آخر اتصال كان قبل ليلتين. هي أنا بعد اتصلت فيها البارحة بس تليفونها كان مبند. هي من عادتها تفلت التليفون وما تدري عنه. ما عليه، بشوف الأولاد وبرد أكلمك. المسافرين ما ينزعجون. وإيش هالكلام؟ كلامك يرفع الضغط. شلون ما تبغاني أعصب؟ مرتي ضايعة في ديرة أكبر من البحرين بعشر مرات وأنت تقول لي لا تعصب؟
لكن أحملك المسؤولية. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أبو علي. ها علي، شخبارك؟ الحمد لله تمام. انت شخبارك؟ الحمد لله. لا بسألك علي، أنا من أمس لليوم أمك أتصل فيها، تلفونها كله مبند، ما تواصلت إياكم واتساب رسائل؟ لا ما اتصلت ولا شيء. إيه أنت قاعد تفكر في نفس اللي أنا أفكر فيه؟ وش تفكر فيه؟ يعني إن لا سمح الله صار هالشيء. والله وش أقول لك يا ولدي، أمك من عادتها تفلت التلفون ما تدري عنه، وإذا شافت التلفون قلت لها، قالت أنا ما أدري وين خليت التلفون. المهم حبيبي، إذا تواصلت وياكم أمكم خبرني. إن شاء الله إن شاء الله خير حبيبي. على خير حبيبي، حياك. مع السلامة. ألو علي. عليكم السلام، شو أخبارك؟ إن شاء الله زين. الحمد لله كل شيء زين. بس بسألك، أمي ما اتصلت فيك أو كلمتك؟ لا ما كلمتني، ما كلمتك. عسى ما شر. لا ما شر إن شاء الله، عادي يعني. بس كنت أقول يمكن اتصلت فيك، فبسألك عن أحوالها. أمي أوصيها على كم من شغلة تجيبهم لي. اوكي، بس تتصل بخبر كمان ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نتفاهم بعدين. اوكي حبيبي، على خير. أولادي ما شاء الله عليكم، صرتون كبار وأقدر أعتمد عليكم في كل شيء، بما في الولد حسون إن شاء الله باكر يكبر ويرفع رأسي مثل ما أنتم رفعتون رأسي. أبويه خوفتنا، حس الموضوع مو خير. ما في لك الخير، الحملة اتصلوا فيني. حملة اتصلوا فيك؟ شفتون؟ أقول لكم الموضوع مو خير. يا أخوك لا تقاطعه، كلنا نبي نعرف السالفة. أمكم لقوا أغراضها الشخصية ضايعة في سوق مطرح، بس هي ما لقوها، ما يدرون عنها وينها. فإذا تعرفون أحد سافر وياها يقدر يفيدنا في عملية البحث عنها. أم أحمد، أم أحمد صديقة أمي، هي سافرت وياها. أكيد. إيه اتصل لأبو أحمد. ليش ما اتصل لأبو أحمد؟ إن شاء الله حصل تليفونه. ألو أبو أحمد؟